سجلت 570 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة في بلادنا منذ 2 مارس 2020 إلى 18834، أي بمعدل إصابة تراكمي ديال 52 لكل 100,000 نسمة. جهة طنجة تطوان الحسيمة 207 ديال الحالات، من بينها 199 حالة بمدينة طنجة، 4 حالات بالفحص أنجرة، حالتان بتطوان، حالة بالحسيمة، وحالة بالمضيق الفنيدق. جهة الدار البيضاء سطات 206 ديال الحالات، 120 حالة ببرشيد، 83 حالة بالدار البيضاء الكبرى، و3 حالات بسطات. جهة فاس مكناس 80 حالة، 70 حالة بفاس و10 حالات بمدينة مكناس. جهة الرباط سلا القنيطرة 24 حالة، 17 حالة بسيدي قاسم، حالتان بالقنيطرة، حالتان بتمارة، وحالة بكل من سيدي سليمان سلا والرباط. جهة مراكش أسفي 21 حالة، 14 حالة بمراكش، 5 حالات بقلعة الصراغنة، حالة بكل من أسفي والحوز. الجهة الشرقية 23 حالة، 21 حالة بجرادة، حالة بالدريوش، وحالة بالناظور. 5 حالات بجهة الدخلة والذهب كلها بمدينة الدخلة، حالتان بجهة درعة فيلالت بمدينة أو بإقليم ميدلت، حالة بسوسمسة بشتوكا أيتباها، وحالة بجهة العيون الساقية الحمراء مدينة العيون، فيما لم تسجل أي حالة جديدة بجهتي بني ملال خنيفرة وقلميم ودنون. للأسف الشديد سجلت 7 حالات وفيات جديدة خلال هاد 24 ساعة الأخيرة رحمهم الله جميعا. 5 حالات بمدينة طنجة، حالة بوزان، وحالة وفاة بمدينة مكناس. معدل الفتك ما زال مستقر في 1.6%، ولله الحمد والشكر سجلت 228 حالة تعافي، ليصبح مجموع المتعافين في بلادنا 16,100. طبعا معدل التعافي يساوي حاليا 85.5%، ومنه فإن الحالات النشطة أصبحت اليوم في بلادنا تساوي 2435 حالة نشطة.